اوكي، بعد ما خلصنا النود داتا هلا نحن بحاجه نعمل امبلمنتيشن للكلاس كيو. فاذا حاجه رايت كليك نيو، حقول له جافا كلاس وحنسميه كيو. فاذا حيكون عندي بهذا الشكل، حنجي لهون نشيل كل هدول. And let's now begin our implementation. اكيد الكيو نحن حسب ما عرفنا انه بده يكون عندي بقلبه تو نودز، اكيد يكون في عندي الهيد والتيل اللي هن الريفرنسز تبعوني. فاذا حيكون في عندي برايفت، من بعدين حيكون في عندي نود، بعدين في عندي هيد، وفي عندي كذلك الامر تيل، يعني عندي هيد وتيل. تاني شغله، مثل اي كلاس نحن بحاجه لكونستراكتور. فاذا public، من بعدين حقول له كيو، افتح البرانتيسيز، كيرلي بريسز، عندي الهيد is equal to tail is equal to null، يعني كأنه في عندي linked list فاضي يلي هو الكيو الفاضي. كمان بحاجة لميثودز، أنا بحاجة إنه شوف يا هل ترى هذا الكيو empty ولا منه empty قبل ما أنا أعمل أي process عليه من الديكيوينج مثلا. فإذا حقول له public، شو بده يكون نوعيتها؟ boolean، بدها تكون اسمها is empty. إذا كان empty return true، إذا ما كان empty return false. أيمتى أنا بيكون هيدا عندي empty؟ إذا كان الهيد equal لنال أو إذا كان التيل equal لنال. فإذا شو بيجي بعمل؟ بقول له return، return شو؟ إذا كان عندي الهيد equal equal to null I'm testing. أو إذا بدك، إذا كان شو؟ إذا كان عندك التيل equal equal to null، فينا ناخد هيدي الكنديشن instead. شو بدنا نجي نعمل من بعد ما عملنا is empty؟ بدنا نعمل enqueuing. let's assume انه انا بدي حط element عندي بقلب هيدا الكيو. اذا كان فاضي ما عندي ولا element، بدنا نتذكر انه الهيد والتيل اثنيناتهم بيكونوا pointing على هيدا الالمنت. ولكن اذا ما كان فاضي، بده يكون new node اللي بده ينعمل له insertion عندي بده يعمل pointing على null لانه صار اخر element، والالمنت القديم بده يصير pointing على new node. فاذا شو بنيجي بنعمل؟ خلونا نكتب اول شيء الايدنتيتي تبعيتها. فاذا حقول له public او signature public، شو بده يكون نوعيتها؟ we need to enqueue. فاذا void I'm not expecting a return value enqueue. فاذا void enqueue enqueue بهيدي الطريقه. شو بدي اخذ من اليوزر؟ حناخذ منه node data حنسميه item، وبنفتح الكيرلي braces. and let's do the testing اللي كنا عم نحكي عنه نحن قبل ما نعمل testing. خلونا نقول node، عندي node جديد حنسميه new node. فإذا new node بهيدي الطريقة equal ل new node parentheses، بدنا نعطيه value أكيد اللي هي item node data. حنجي لهون، هلأ بدنا نعمل testing. إذا كان empty، فإذا if is empty is empty، نفتح الكيرلي braces. وشو بدنا نعمل هلأ نحنا؟ بدنا نجي نقول الهيد is equal to what؟ is equal to new node. كذلك الامر tail is equal to what؟ is equal to new node، لانه ما عندي element غيره. ولكن اذا ما كان empty، بدنا نرجع نعيد. شو بدنا نعمل؟ حنجي نعمل else. فاذا else، كمان افتح الكيرلي braces. يلي بدي اياه منك هلا التيل يلي موجود عندي القديم بده يصير pointing على new node، والنيو نود هو بده يصير التيل. فاذا التيل القديم بده يصير pointing على النيو نود دوت سيت نكست. شو هو النيو نود؟ اسمه نيو نود. فاذا النيو نود، وشو في عندي هلا؟ التيل بده يصير مين هو من بعد ما نعمل ابديت للريفرنسز ايكوال للنيو نود، بصير بهيدي الطريقه. سو بدنا ننتبه كثير على هيدي التريك. وهيك نحن بنكون طبعا خلصنا الانكيو. الميثود يلي بدي احكي عنها بعدها هي الديكيو اكيد. فاذا public، بيجي لهون I'm expecting a value. إذا بدي أعمل DQ yes، شو نوعيتها؟ node data. فإذا أنا I need the node data، فإذا بسميها DQ DQ EUE. ما في عندي شيء بالparameter list. and let's do now the implementation. إذا كان فاضي عندي problem، فإذا عندي error وطلع برات البروجرام. فإذا if is empty، لأنه I cannot export data or DQ data from an empty queue. فإذا is empty بهالطريقة، بفتح الكيرلي braces. and now شو بدنا نجي نعمل؟ نعمل printing. فإذا system.out.print ln parentheses، شو بدي اجي اقول له؟ the queue بهالطريقة is empty. فينا نكتب شو ما بدنا، فينا نقول له error empty. اوكي exclamation mark، حاكتفي بهالقد. حقول له system.exit
and inform the OS إنه في عنا error ببعث له one. في حال هيدي طبعا ما عملت breaking للمثد يعني أنا حكمل يعني معناته I can dequeue. If I can dequeue شو اللي حيصير عندي هون؟ يلي بده يصير عندي أول شغلة I need to make it I need to create a node data لأنه هذا اللي بدنا نعمل له returning حسميه ND equal head.getData خذ لي الداتا من الهيد هيك بكون أنا أمنت على الداتا. بمجرد ما أخذت الداتا من الهيد I need now to what to update the reference لأنه هذا الألمنت بدي شيله. أخذت الداتا احتفظت فيها هلأ بدي شيله تيكون الهيد الجديد pointing على what على الألمنت يلي بعده لأنه أنا عم شيل هذا الألمنت الأساسي يلي أنا بدي شيله. فإذا head is equal to what is equal to head.getNext. هدول الأشياء تعودنا عليهم من الشابتر of the linked list. هلا هون في تريك صغيرة لازم ننتبه لها إنه إذا كان هيدا الألمنت الوحيد الموجود عندي بقلب الكيو يعني حيكون في عندي الهيد والتيل pointing عليه. فإذا صار الهيد equal لنال لأنه أنا وقت ما عم باخد الرفرنس من آخر ألمنت حيكون آخر ألمنت pointing على نال لأنه ما في شي بعده. فإذا كان هيدا الهيد بعد ما عملت له update صار equal to null فإذا كمان بدي أعمل update للتيل إنه يكون equal to null تيكون في عندي consistent queue. فإذا شو بيجي بعمل بقول له if من بعد هالشي اللي عملته في حال بركي كان آخر ألمنت هيد is equal equal to null بدي بدورك شو تعمل يا صديقي بدي اياك تحط لي التيل كذلك الامر equal to what equal to null semicolon. من بعد ما انا اكون خلصت هيدي الكنديشن شو بدنا نجي نعمل حاطلع انا واقول return andy andy مين وين node data وهيك بكون خلصت هيدي الميثود يلي هي شو هي يلي هي dq. حنظبط شوي هون من الوايت سبيس. هلا مبدئيا هيدول اهم الميثود يلي انا بقدر اعملهم. هلا فينا نعمل ميثود تانية غير الكيو والانكيو مثلا الهيد والتيل. فاذا شو بيعمل بيعطيني بس الفاليو تبعيت مين تبعيت الكيو من دون ما نحن نشيلهم. فاذا حاعمل كنترول سي للدي كيو هنعدل عليها اكيد هي بتكون نود داتا حيكون اسمها هيد اي نيد تو جيت ذا فاليو. اذا ما عندي فاليو ايرور بتعمل نود داتا بتاخذ الداتا بس ما بتعمل ابديت. هيدول كلهم الابديت انا ماني بحاجه لهم وبتعمل return لشو للأندي وهيك بنكون نحن عملنا يلي اسمها head. يلي بعدها يلي أنا كمان بحاجة لها هي tail كمان حعمل copy هون حعمل control v بدل ما يكون اسمها head حسميها tail. إذا كان empty يعني في عندي error وبكل بساطة هون بدل كل هيدي يلي هون هي ما بدي إياها حقله tail.getData أهين ما يكون .getData tail.getData. ولكن هون طبعا بما انه انا ما عدلت شيء بالهيد فينا كمان نظبطها بشكل انه انا كل هيدي ما بدي اياها. فاذا ليش عملنا هالطريقه head.getData. فاذا كنترول اكس شيل الاندي من هون لانه انا ماني بحاجه ل to initialize a variable سيمي كولن زايده بنشيلها وايت سبيس ما لها قيمه وهيك انا بكون خلصت هيدي الميثود يلي انا بدي اياها او هيدا الكلاس يلي انا بدي اياه اللي هو الكيو.